منذ 7 أكتوبر حتى الآن قتل 40,000 فلسطيني، طفل ورجل وامرأة، وجرح 80 وفقد 10,000، وفي الضفة الغربية 10,000 شهيد أيضا، ومع ذلك صابرون صامدون، لن نخرج من أرضنا. ونشيد في هذا المقام بمواقف كل من مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير الإسرائيلية والمتوافقة تماما مع موقفنا والداعمة لها في كل المحافل. ونشيد بالإجماع الدولي، الآن في إجماع دولي المعارض لهذه المخططات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي. لقد قلناها في الماضي ونقولها اليوم وغدا، إن غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة.